السلام عليكم، معانا شقة جميلة جدا مصيف في الساحل الشمالي في مصر. الشقة تتكون من صالة وغرفتين نوم وحمام ومطبخ. قرية المهندسين الجامعيين قبل قرية مارسيليا بيتش 3 وبعد قرية كازابيانكا، هي على بعد 24 كيلو من مارينا واحد وبعد بوابات الحمام بعشر دقايق، والمسافة من العمارة للبحر بالظبط 6 دقايق مشي. والمميز في القرية دي ان البحر بتاعها مجانا بالكامل، والشقة مكونة من غرفتين وصالة وبلكونة مطلة على فيو جميل جدا من الاشجار والحدائق الجميلة، ومطلة برضو على كومباوند مارسيليا 3، وكمان البلكونة دي هواها بحري، يعني الصبح وبالليل بيبقى فيه هوا جميل جدا داخل من البلكونة. والجميل جدا ان في مرتبة زيادة ممكن تحطها في البلكونة بالليل وتنام تستمتع بالهواء الطبيعي الافضل من اي تكييف ومروحة. الانتري قعدته مريحة جدا، وممكن تستخدم الكنب كسرير اضافي. نخش بقى على غرف النوم. عندنا غرفتين نوم، كل غرفة فيها سريرين، غرفة فيها مروحة وغرفة فيها تكييف. المميز في السراير دي ان المراتب بتاعتها جديدة ومريحة جدا في النوم. الغرفة دي بحري برضو، يعني بالليل الهواء بيكون جميل جدا، مع المروحة بيكون الجو لطيف جدا. الحمام فيه سخان كهرباء وفيه كل ما تحتاجه من الصابون والشامبو واللوشن والبلسم والجل. الغرفة التانية برضو فيها سريرين وتكييف جديد شارب انفردر. الوحدة الخارجية هادية جدا، صوتها يكاد لا يسمع خالص. الشقة معمولة كلها باللون الأبيض من الحيطان والسيراميك، وتم اختيار اللون ده للإحساس الهادي وللإحساس بالراحة النفسية.